السلام عليكم ورحمة الله، ألسنا بكم مع درس جديد من دروس السنة الثالثة، وهو الدرس رقم 4، التمرين من دفتر الأنشطة، التنقل على مرصوف. أتمرن. لون على مرصوفة بدءا من النقطة الحمراء، المسلك الممثل بالأسهم. هاي النقطة الحمراء، أول سهم هذا يأتي هكذا، ثاني سهم صاعد هكذا المربع واحد، ثالث سهم كذلك صاعد بمربع واحد، رابع سهم كذلك يصعد بمربع واحد، عفوا خامس سهم يتجه إلى اليمين، سادس سهم كذلك يتجه إلى اليمين، سابع سهم كذلك يتجه إلى اليمين، ثامن سهم وثامن وآخر سهم يتجه إلى الأعلى. إذن كان هذا بالنسبة لتمرين التنقل على المرصوفة، التمرين الأول، وإلى اللقاء مع التمرين الثاني.